السلام عليكم. عرفتكم غادي تستغربوا علاش عاودت لحت هاد لا فيديو، لانني لقيت مشكل في لا فيديو الاول على حساب الكوبي رايت. لقيت فيه مشكل اللي انا ما كنتش عارفاه، رغم اني خديت سونغ اللي حطيت عليها من واحد القناه على اليوتيوب ما فيهاش الكوبي رايت. من حطيتو عطاوني عليها ريكلاماسيون، سواء نحيد لا فيديو سواء نحيد منه الصوت. اضطريت انني نحيد منه الصوت ونخليه اون ميم طو نعاود فيديو بصوت للناس مثلا جدادين ونشرح لهم الطريقه ديال الوصفه. سيرتو ما نقدرش نعاود نصورها من اول وجديد. قلت اللهم نزيد عليها غير الصوت وصافي. شكرا للناس كاملين اللي كيشجعوني كيعطوني طاقه ايجابيه. شكرا للناس بزاف اللي كيوقفوا معايا في حال هاد اللحظات. شكرا لواحد البنت بزاف بزاف، واحد القناه ديالتها غنحطها لكم دابا. شكرا بزاف لأي واحد عطاني طاقة إيجابية حيت كنت محتاجها، وشحال من حاجة وقفت في طريقي باش نكمل، ما لقيت أنه وقف معايا. الكلمات خانوني دابا والله، حيت كنت مستعدة أو كنت بغيت نوقف. شحال من حاجة ما عرفتش كيفاش نديرها، ما عرفتش كيفاش نبدأها، كيفاش نصيبها أو كيفاش نقاطها. هنرجعوا للوصفة ديالتنا. الناس الجدادين اللي غادي يشوفوا الفيديو، وخلاص الناس القدامين اللي شافوا لا فيديو، هذه وصفة جديدة ووصفة سهله بزاف، كتجي بنينه. والناس اللي صيفطوا لي الوصفات ديالهم في الواتساب اللي جربوها وعجباتهم، شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. هنايا نبداوها على بركه الله. هنا فيها 100 غرام ديال لي بات، اي بات تحتاجوها، تقدر سباغيتي، تقدر لي بات العاديه. عندي 400 غرام، انا كنسلقها بالملحة بوحدها، ما كندير فيها لا زيت لا حتى حاجه باش تشد فيها لا صوص. من بعد غندوزو نصيبو لا صوص. نتوما تقدروا تزيدوا المكونات اللي بغيتو، تقدروا تنقصوا المكونات اللي بغيتو. هنا عندي فلفله كبيره مقطعه ومغسوله محيده لها الزريحه، وعندي واحد خزوه كبيره منقيه مغسوله ومقطعه محيدتش ليها القلب. هنا عندي مطيشه وحده كبيره او جوج مويان مغسولين مقطعين بالقشره ديالتهم وبالزريعه ديالتهم. وهنا عندي بصله مويان وضرس ديال الثومه. هنا عندي معلقه ديال الزيت، معلقه ديال الزبده، معلقه ديال لاصوص السوجه، ومعلقه صغيره او راس المعلقه صغيره ديال السمن. عندي السمن ما حارش، درت نص معلقه تقريبا صغيره. وهنايا عندي معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك، كتبقى اختياريه. وهنا عندي جوج المعالق كبار ديال القمح، او كتقولوا ليه زرع، كيبقى اختياري ما بينه وبين الفوص. انا كيعجبني حيت كيعطي واحد المذاق زوين لاصوص. تقدروا نتوما تستغناو عليه وديروه في بلاصتو الفوص. هنا عندي جوج معالق كبار ديال فرماج احمر محكوك، غنديروه في الاخر باش يعطي واحد النكهه ديال الملوحه. وهنايا عندي كاس كبير ديال الحليب، انا كان عندي غبره خلطته مع الماء، كيبقى اللي واجد عندك في الدار. وهنا العطريه، انا درت نص معلقه ديال
قزبون، نص معلقه خرقوم، نص معلقه بزار، طما طلب منا اختياريه عفوا، ونص معلقه ديال سكنجبير. دابا ندوزو للطريقه ديال لاصوص. غنديرو الطحن فلفله، خيزو، مطيشه، البصله وداس ديال الثومه، مطيشه ديال الحك. غنديرو ديك لي صوص اللي عزلنا فيهم الزبده، السمن، الزيت، صوص الصوجا. ومن بعدها غنديرو ديك العطريه، نزيدو عليها كاس ديال الماء صغير فاش يتطحن لاصوص. نطحنوها مزيان، الا ما كانش عندكم هاد الطحانه تقدروا ديروها في الطحانه ديال مولينيكس عاديه، المهم تخرج لكم بحال هاد لاصوص. من بعد غنديرو هاد الطيب. من بعد غندوزو نصيبو لادان لي غادي يرافق لي بات. كيبقى اختياري ما بين صدر ديال الدجاج او لادان او صدر ديال الديكا الرومي. هنا عندي معلقه كبيره ديال لا موطارد مع معلقه صغيره ديال الزبده، عندي جوج المعالق ديال الخل، جوج المعالق ديال لاصوص الصوجا، عندي معلقه كبيره ديال ياغورت مسوس. غادي ناخذ واحد البول نديرو فيه لادان مع الخل ونحركوهم مزيان. هاد الخل كيخلي لادان انه يطيب دغيا، ما تحتاجوش انكم ترقدوه مده اطول باش كيجي فتي في الماكله ديالتو. كنزيدو لاصوص صوجا ونحركوهم مزيان. من بعد كنزيدو لا موطار وديك الزبده ونحركوهم. الزبده ما غاديش تذوب لينا دابا او غتخلط معاه، مي غادي تخلط معاه ملي غيكون كيطيب. من بعد غنزيدو ديك معلقه ديال ياغورت طبيعي ونحركوه مزيان ونخليوه على جنب حتى يترقد تقريبا واحد 5 دقائق بما تلقات لينا لي بات. هنا شفنا لاصوص، الا خاصها الماء غنزيدوها واحد كاس ديال الماء ونرجعوها طيب. هنا غادي نطيبو لادان ديالنا، غنديرو في مقلة بلاصوص ديالته كاملة ونديرو فوق البوطة على نهار على نار مهيلة. هنا حولنا لاصوص ديالنا.
حطيت دي طومات سوريز قطعتهم على زوج، درت شويه فرماج حمر من الجناب، وفي الاخر درت واحد لاتوش ديال اللي شاف من الفوق ديال الربيع. وهنا كيسالي الطبق ديالنا، كيجي لذيذ بزاف، فيه الخضره ويقدروا ياكلوا دراري صغار، كيجي تيحمق، غيعجبكم بزاف بزاف بزاف. كيبقى طبق اختياري انكم تذوقوه بداكشي اللي عندكم في الدار. وشكرا لدعمكم بزاف بزاف بزاف. نتلاقاو في فيديو جديد، وعلاش لا في بلاصه اخرى. السلام عليكم.